بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اليوم إن شاء الله بالمحاضرة الماضية بلشنا بموضوع الفايلز، تعرفنا شو يعني فايل، شو أنواع الفايلز، كيف ممكن أفتح فايل وأربطه بأوبجكت، وحكينا الأوبجكت يمثل الكونكشن بين الفايل والبرنامج. بعد ما أفتح الفايل بصير أتعامل مع الأوبجكت اللي خزنت، اللي ما فتحت الفايل سنته لأوبجكت. تذكرين ماي مثلاً، عندي هذا المثال my underscore file يساوي open. بذكر قلنا open هو الفانكشن اللي يستخدم لفتح الملف. تأخذ two arguments، الارجمنت الأول هو اسم الفايل، والارجمنت الثاني المود. والمود قلنا إما r read only أو w write only أو append write a، وكلهن small طبعاً. r w a لازم يكونن small، معناها append. وشو قلنا، شو الفرق بين، ولازم أسنده لأوبجكت. بعد ما أسنده لأوبجكت بصير أتعامل مع الأوبجكت. قلنا الأوبجكت هات هو بيمثل الطريق أو الكونكشن بين الملف والبرنامج، وبيحتوي على بفر بكل المعلومات الموجودة داخل الملف، مش هيك حكينا؟ بصير يتعامل مع الأوبجكت لأنه الوصول للبفر أسرع من الوصول للديسك بكثير، صح؟ طيب شو كمان تعلمنا؟ بعد ما تعلمنا فتحنا ملف للقراءة، تعلمنا كيف نقرأ منه عن طريق خيار الريد. الريد أقواس فاضي، قلنا شو بيعمل، شو صيغته. بعد ما تفتح الملف وتربطه بأوبجكت تكتب object.read. إذا أسندته لمتغير القيمة تخزن داخل المتغير. إذا ما عملت عملية إسناد هو برجع لي قيمة السترينج كامل، بس بتضيع. ليش بتضيع؟ لأني ما أسندته لمتغير، بس لما أحكي له أس تساوي يعني بيكون إيش، بيكون أسندته أسندت القيمة لأس. وقلنا الريد شو بقرأ؟ بقرأ محتوى الفايل من النقطة اللي هو فيها. إذا أنا كنت بعدني مش قارئ ولا إشي، بقرأ من أول الفايل لآخره. إذا كنت قارئ جزء، قلنا الجزء اللي بكون قارئه شو بيكون؟ بطلع من البفر. كل جزء بتقرأه بطلع من البفر. نتذكر هاي الملاحظة، بقرأه كله برجع لي إياه كإيش؟ كنص واحد، نص مش مقطع، مش كل سطر لحال، نص واحد. إذا بدي مثلاً أقسمه لأسطر ممكن أستخدم السبليت بناء على باك سلاش إن، يقسم لي لأسطر. إذا بدي أقسم أس، لأنه أس هذا نص واحد. إذا بدي أقسمه لكلمات مثلاً ممكن أستخدم السبليت بناء على الفراغ، أعطيني list of words. بتذكرين السبليت؟ إذا بدي أقسمه لليست of lines بقسمه بناء على باك سلاش إن، صح؟ إذا مثلاً بدي أشتغل أي إشي عليه، شوفوا الاس رح يحتوي على سترينج كامل بكل محتوى، سترينج واحد بكل محتوى الفايل. اخذنا ريد اوف ان كمان، ممكن الريد احط جوا الاقواس رقم صحيح. الرقم الصحيح هذا شو بيمثل؟ قلنا بيمثل عدد البايتس اللي بدي اقراها از سترينج، بيرجع لي اياه از سترينج، بس كم؟ مش السترينج كله، مش الفايل كله، عدد معين من البايتس. قلنا مثلا لو قلت له ريد اوف خمسه، شفنا اعطاني خمسه كاركترز، هل هو الخمسه هاي عدد الكاركترز؟ لا، هي عدد البايتس، هو مركزني انها عدد البايتس. تعتمد هل عدد البايتس يساوي عدد الكاركترز او لا حسب الانكودنج المستخدم بالفايل. اذا الانكودنج المستخدم بالفايل كل 1 كاركتر يخزن ب 1 بايت، لو قلت له خمسه بايتس يعني خمسه كاركترز. بس اذا الانكودنج المستخدم، اذا كل كاركتر بده 2 بايتس، بده 2 بايتس، يعني إذا قلت له 6 بايتس يعني 3 كاركتر، صح؟ بس إحنا شفنا من الأوتبوت شو كان نظام اليونيكودينج المستخدم، UTF-8. تذكرين قلنا بيستخدم البايثون UTF-8. شو هي UTF-8؟ هي subset of Unicode. اليونيكود نفسها بتستخدم 2 بايتس لتمثيل الكاركتر، بس UTF-8 تستخدم 1 بايت لتمثيل الكاركتر. ليك المحاضرة الماضية لما عملنا اسم الأوبجكت دوت ريد اوف خمسة مثلاً، ريد اوف عشرة، ريد اوف اثنين، كان يعطيني عدد من الكاركترز بنفس عدد N. نذكركم فيها اللي عملناه المرة الماضية، إذا ما حفظته وش إسا. هاي عنا هون my file يساوي my underscore file يساوي open، فتحنا الملف. قلنا يا بكتب اسم الملف فقط بدون الامتي، بدون الدايركتوري، او بكتب الفايل مع الدايركتوري. قلنا متى بصير اكتب اسم الفايل؟ الاوبن قلنا باخذ قيمتين، اسم الفايل
مع المود. طب متى بكتب الاسم مختصر مثلا بس file.txt؟ قلنا اذا كان البرنامج والفايل بنفس المكان بنفس الدايركتوري، بس اذا كان البرنامج بجهه والفايل بجهه لا بنفعش، لازم اكتب بالاضافه لاسم الفايل لازم اكتب مكانه وين موجود. يعني هذا مثلا فايل اسم الفايل file.txt موجود جوا المجلد اللي اسمه بيل، موجود جوا سي، هاي معناها صح. وفور ريدنج اذا فتحته فور ريدنج هذا الملف لازم يكون موجود، اذا مش موجود بعطيني ايرور. يعني لو راح على البيل جوا السي ما لقاش file.txt بعطيني ايرور file does not exist، انه الفايل مش موجود. اتفقنا؟ لازم يكون موجود لاني بدي افتحه للقراءه مش للكتابه. اللي للكتابه حتى لو مش موجود مش مشكله، بنشئ واحد وبفتح لي اياه وبسمح لك اكتب فيه، لان يعني هو ما بدي ياخذ بدي يعطيه اللي للكتابه، اللي للقراءه بدي ياخذ منه. شوفوا بعد ما فتحته للريدنج طبقنا ريد، شوفوا اسم الاوبجكت دوت ريد 5، ريد في 5 شو يعني؟ قرأ ايش؟ اول 5. ومتذكرين محتوى هذا الفايل؟ شو كان محتوى هذا الفايل؟ هاي بذكركم فيه، هاي هنا 1 شحطة لاين 1 5 شو قرأ لي؟ 1 شحطة فراغ هاي 3 ال اي هاي 5، يعني اس تساوي شو؟ قرأ لعند ال اي. بعدين جيت قلت له اس 2 تساوي ماي فايل دوت ريد اوف 2، ريد اوف 2 قرأ ايش؟ 2، بس 2 منين؟ من الاول؟ لا من النقطة اللي وصلها من بعد ال اي قرأ ان اي. اتفقنا؟ بعدين قلت له str1 my file.read read أقواس فاضي شو بعمل؟ بقرأ كل string. كل string من البداية؟ لا من النقطة اللي وصلها. من عند وين؟ من بعد الإي من عند الفراغ إذا بتتذكر هذا الإشي. شفتوا كيف؟ هاي S شو كانت؟ هاي S2 وال str1 لما طبعها طبع فراغ واحد اللي هو التكملة كل من النقطة اللي هو فيها لآخر الفايل برجع لي إياه كجزء واحد. طيب وصلنا عند الريد لاين، وصلنا عند الريد ماي فايل دوت فايل أوبجكت دوت ريد لاين. ريد لاين أقواس فاضي، شوفوا ريد لاين رح ناخذ ريد لاين رح ناخذ ريد لاينز، ريد لاين وريد لاينز، وانتبهوا الفرق بيناتهم. الأوبجكت دوت ريد لاين يعني اقرأ سطر، اقرأ قديش؟ سطر، سطر واحد. delivers شو بتعمل؟ delivers the next line as a string، تعطيني سطر كسترينج كنص، تعطيني سطر كايش؟ كنص. my file يساوي هاي فتح نفس الفايل واجى قال لي s تساوي my file dot read line. وانتبهوا هون انا مش قارئ ولا اشي، شو راح يعطيني؟ السطر الاول read line اقواس، قلنا بعطي سطر. السطر الأول راح تسندها لأس، print S هي طبع للسطر الأول. لو رجعت قلت له read line كمان مرة شو بقرأ؟ بقرأ السطر الثاني. شوفوا الإشي اللي قلنا اللي بقرأه بطلع من البفر. طب هسه عم نروح على المثال اللي فاتحه. لو قلت لك بدي أقرأ أقول له line len1 يساوي شو اسم الأوبجكت؟ my underscore file my file dot read line. لو طبعت لين 1 شو بيكون؟ مين يحكي لنا شو راح يساوي لين 1؟ لين 1 شو راح يساوي؟ هاي بدي احطه يساوي عشان اوريك شو راح يطلع. لين 1 شو راح يطلع؟ راح يقرا سطر، راح يقرا سطر. هل راح يكون في قيمه هون؟ لا راح تكون امتي. ليش؟ لأنه قلنا لما عمل ريد قرأ كل شيء، ما ضلش إشي بالبفر. قلت له اقرأ سطر، ما فيش إشي يقرأ، بعطيني empty string. شوفوا، شوفوا لين 1 طبع لي إشي؟ لا. طب خلينا أحط هاي مثلاً هون بعد ريد 2، خليني بعد ريد في 5. يلا اتبع ريد 5 my file dot read 5. شو قلنا؟ قرأ واحد شحطة ال اي، هذول خمسة خزنهن بأس طبع لي أس يساوي اللي حكينا عنه. بعدين جيت قلت له لين 1 ماي فايل دوت ريد لاين، ريد لاين اقرأ سطر. منين راح يبلش يقرأ؟ من أول السطر. أنا شوفه أنا جوا السطر الأول بس مش ببدايته، شيت فيه خمسة كاركتر صح؟ بقرأ من النقطة اللي هو فيها لآخر السطر، يعني راح يقرأ لي ان اي
وفراغ واحد in file t.txt python file. شفتوا لين وان شو راح تصير؟ من عند ne لآخر السطر الأول. طيب جيت قلت له read to، read to هسه هو خلص من السطر الأول، راح يأخذ اثنين من السطر الثاني، راح يأخذ اثنين شحطة. هاي اثنين شحطة، هاي two characters خلصن. S2 يعني شو راح تصير قيمتها؟ اثنين شحطة. طيب جيت قلت له my file dot read أقواس، بقرأ اللي ظلن، يعني بقرأ منين؟ من عند الفراغ، لا من عند الفراغ، بقرأ السطر الأول والثالث، الثاني والثالث، لأن هذول اللي بظلن بالبفر، صح؟ يلا خلينا نعمل ران ونشوف. شوفوا أس شو ساوت؟ واحد شحطة فراغ الآي. لما قرأت سطر، منين قرأ اللين وان؟ ونريد لاين راح تقرأ سطر. ريد لاين راح يقرأ سطر، شوفوا منين قرأها؟ من عند الـ NE. ما قرأها من أول السطر، قرأ من عند الـ NE لآخر السطر نفسه. يعني إذا كان بعده مش قارئ جزء من السطر بقرأ كله، بس إذا كان قارئ جزء منه لا، من عند النقطة اللي هو فيها لآخر السطر. ريد لاين S2 تساوي my file dot read of 2. read of 2 قلنا شو معناها؟ يعني اقرأ 2 character. شوفوا S2 تساوي 2 شحطة، ما قرأها من السطر الأول لأن السطر الأول خلص لما عملت read line، قرأها أنا من السطر الثاني two characters. لما قرأت read، read بدي يقرأ كل شيء ظل as a string، رجع لي إياه as a string. منين بلش؟ من بعد اثنين شحطة اللي هي فراغ line two، هاي اثنين شحطة خذهن، فراغ line two and file لآخر إشي. واضح الفكرة؟ واضح read line؟ إذا في شيء يقرأه يعني هسع بعد الريد، لو عملت ريد لاين هون بعد الريد بعطيني امتي سترينج، لأنه الريد فضل البفر، الريد فضل البفر، صح ولا لا؟ طب نشوف ريد لاينز. فهمنا ريد لاين إنه بعطيني سطر واحد as a string. طيب object dot read lines file object dot read lines أقواس. شوفوا ضفنا الأس، الأس هسع ما رح يقرأ سطر، راح يرجع لي كل الأسطر، بس انتبهوا as a list of strings list of lines، رجع لي إياهن كليست، كل الأسطر من النقطة اللي هو فيها لآخر الملف. وانتبهوا أنا مركز على النقطة اللي هو فيها، يعني مش شرط يأخذهن أول الفايل، بأخذ الأشياء الموجودة، الإشي اللي طلع من البفر ما بيقدر يصله، اتفقنا؟ كيف رجع لي كل سطر، كل عنصر من عناصر الليست بتكون بتمثل، كل سطر هو عنصر داخل الفايل. طب هسه لو سألتك، لو جيت آخر شيء قرأت read lines ولا راح يعطيني شيء لأنه البفر فاضي. طب أنا بدي أخذ كل شيء، كل الأسطر، شو الحل عندك؟ شو أعمل؟ أنا بدي أعطيكوا حل. شو بدي أعمل؟ بدي أسكر هذا الملف، أعمل له تسكير، بصير أسكره؟ بصير. بدي أعمل له كلوز، بدي أسكره، راح أشوف أمر التسكير اللي هو كلوز، بسكره، برد أفتحه مرة ثانية for reading. إذا رجعت فتحته مرة ثانية بترجع البفر بتتعبى، برجع كل محتوى الفايل موجود جوا الأوبجكت. شوفوا إذا الأوبجكت نقصت البفر اللي فيه أو فضيت البفر، تقدر ترجع تعبيها بمحتوى الفايل بإنك تسكر الملف وترجع تفتحه مرة ثانية. طب كيف أنا بسكر الفايل؟ تكتب اسم الأوبجكت. شو اسم الأوبجكت؟ شوفوا مش اسم الفايل، ما بتقول لي فايل دوت تي اكس تي، فايل دوت تي اكس تي هاي بس تستخدمها بالأوبن عند فتح الملف. بعدين بدك تقرأ، بدك شو تعمل، بدك تسكر، شو بتصير تستخدم؟ بتصير تتعامل مع الأوبجكت، بتصير تتعامل مع إيش؟ مع الأوبجكت ماي فايل دوت، شوفوا اسم الأوبجكت دوت كلوز. كلوز شو بتعمل؟ بتسكر الملف. شو يعني سكرت الملف؟ شوفوا شو شو معنى تسكير الملف. يعني إذا في إشي ضل بالبفر بفضى، والشغلة الثانية الكونكشن، الرابط، الطريق اللي فتحته لما فتحت الملف، عملت طريق بين البرنامج والملف عن طريق الأوبجكت، هذا الكونكشن بتمزق، بنكسر، بروح، بضلش في طريق. يعني هسه لو حاولت أقرأ من هذا الفايل، هل رح يعطيني إيرور ولا لا؟ أنا سكرت الفايل. لو جيت قلت له أس تساوي my underscore file dot read dot read، شو رح يعطيني؟
راح يعطيني error, syntax error, راح يقول لي هاي شايفين IO operation on a closed file, جاي تعمل عملية input أو output من ملف مسكر ما هو مسكر, كيف بدك تقرأ منه؟ كيف بدي أقرأ منه وهو مسكر؟ صيرش أقرأ أو أكتب على ملف مسكر. طب شو أعمل؟ أنا سكرته أنا, شو أعمل؟ بدي أرد أفتحه, عشان أرد أخذ عد البفر بدي أرد أفتحه كمان مرة, بصير أتسكري وتردي تفتحي نفسه بصير سكرته ورجعت فتحته. لما أرجع أفتحه البفر بترجع تتعبى. شوفوا بدي أسميه Object 1, اسم الفايل Object هسا سميته Object 1. طب بصير أسميه my underscore file؟ آه بصير عادي. لو بدي أسمي بنفس اسم الأوبجكت اللي كنت أتعامل معه my underscore file بصير, بس أنا بدي أختصرها لهيك كتبت Object 1. شو خيار الأوبن؟ أوبن اسم الفايل T نقطتين, يا بتستخدم دبل قلنا باك سلاش أو بستخدم سلاش, هاي سلاش مش باك سلاش, بل سلاش فايل دوت .txt فاصلة R. وانتبهوا هون قلنا لو إذا ما حطيتش ال R هاي يكون تلقائيا, احنا خدنا الفانكشنز وخدنا مبدأ الديفولت arguments, إذا ما حطيت R شو بيكون تلقائيا؟ بيكون المود R. طيب اسم الفايل حطيته بين double quotations والمود حطيته بين single quotations عادي ولا لا؟ آه عادي, أنا ما إلي, أنا المهم ما أعملش ميكس بالواحد, يعني هون ما أحطش إشي سينجل وإشي دبل. أما هاي لحال string وهاي لحال string, سواء حصلت بين دبل كوتيشنز أو بين سينجل كوتيشنز, اتفقنا؟ طب قول لي هون حطيتي باك سلاش باك سلاش, الفواصل هون حطيت سلاش, بصير هيك وبصير هيك صح؟ مش حكينا هاي الملاحظة؟ طيب هسا رجعت فتحته من جديد, لو سألتك البفر هاي اللي بالأوبجكت رجع كل شيء بالفايل موجود بالأوبجكت, كل شيء رجعت البفر تعبت. هسا بدي أعمل read lines عشان أوريك كيف أعمل read lines. ها شوفوا read lines شو قلنا, شو صيغتها object dot read lines أقواس, شو بتعمل؟ بترجع لي كل شيء بالفايل كل الأسطر على شكل list. طب شو عناصر الليست؟ كل عنصر من عناصر الليست بيمثل سطر داخل الفايل, اتفقنا؟ تسميها lines. شوفوا الليست شو راح اسميها lines. Object 1, شو اسم الأوبجكت هسا؟ ماي فايل؟ لا سميته Object 1. لو سميته ماي فايل بصير, بس أنا هسا عم سميه Object 1. دوت ريد lines. ريد lines أقواس. ريد lines ممكن تاخذ الرقم ريد line أو ريد lines, لا ما باخذ الأرقام بس الريد, يا بتحط ريد أقواس فاضية معناها أخذ كل النص كل شيء على شكل string, ريد بين أقواس رقم يعني خذ عدد من البايت. أما الريد line والريد lines أقواس فاضية, ريد line بقرأ سطر واحد برجعه as string, ريد lines بقرأ كل الأسطر من النقطة اللي هو فيها لآخر الملف وبرجع لي إياها كليست of lines قائمة من الأسطر. كل عنصر من عناصر الليست, ها خلينا نطبع اللاينز print lines. شوفوا print lines كيف طبعها, كيف طبعها, طبعها كليست. أول عنصر بالليست هو string بيمثل السطر الأول صح, وانتبهوا آخره باك سلاش إن, شوفوا كstring string بيمثل السطر الأول. العنصر الثاني شو هو؟ string بيمثل السطر الثاني. العنصر الثالث شو هو؟ string بيمثل السطر الثالث. يعني قرأ كل الأسطر لأنها البفر مليانة, شوفوا البفر مليانة أنا مش قارئ إشي منها. لو إشي قارئه مثلا read of 2 ولا read of 5 ولا read line بيطلع من الليست لأنه بكون قارئه مسبقا, اتفقنا؟ رح يطلع من الليست. طيب object 1 dot read lines, شوفوا ليش طب قرأ لي الثلاث أسطر؟ لأن أنا مسكر الفايل وفاتحه من جديد, يعني البفر مليانة, يعني رجع كل شيء بالفايل موجود بأوبجكت 1. طب هسا هاي الليست لو بدك تاخذ سطر سطر منها بتقدر؟ آه بتقدر, تقدر تعمل for line in lines, for line in lines
هيك باخذ عنصر عنصر من الليست، وشو هو العنصر اللي بالليست اللي اسمها لاينز؟ شو كل عنصر بيمثل؟ بيمثل سطر، سطر كامل من الفايل. هاي برنت لاين، لو قلت له برنت لاين شوفوا راح يطبع لي، شوفوا اخر العنصر باك سلاش ان يعني راح ينزل سطر، والبرنت كمان راح تنزلني كمان سطر، راح تلاقيه انه طبع لك اسطر بيانات فاضيه. اذا بتكيش يطبع لك اسطر فاضي بتقدر تقول له الانت تساوي امتي سترينج. اذا قلت له الانت تساوي امتي سترينج شوفوا ما طبع لي اسطر فاضي بيانات. طب هسه لو عملت دوران على لاينز، هل اللاينز راح تفضى زي ما كنت البفر تفضى؟ كل ما اقرا جزء كانت البفر تفضى بالاوبجكت صح؟ تطلع من البفر. اللاينز هسه هاي مش بفر، هاي ليست. اي وقت بدي بتضل محتوياتها نفس ما هي ما بتتغير، الا اذا عملت اسناد غيرت عليها. يعني صح عملت دوران واخذت سطر سطر منها، لو رجعت عملت برنت لاينز بتطبع لي اياها نفسها. لانها ما فضيت، هاي ليست مش بفر، صح ولا لا؟ واضحه؟ واضحه ولا لا؟ ريد لاينز. واضحه ولا لا؟ طيب شوفوا read lines هون كيف قرأ لي إياها as a list of lines. شو يعني list of lines؟ يعني كل اللاينز الموجودة، العنصر الأول السطر الأول، العنصر الثاني السطر الثاني، لأن أنا مش قارئ جزء، لو قارئ منها جزء يعني مثلا هون قبل read lines لو قلت له print مثلا أو حتى بدون print object 1.read 11. ريد 11 شو يعني؟ يقرأ أول 11 كاركتر، واحد شحطة، فراغ هاي ثلاث، لاين أربعة هاي سبعة، فراغ ثمانية، الواحد تسعة، الفراغ عشرة، الآي 11، راح يقرأ لعند ال 11. طب لما أقول له ريد لاينز شو السطر الأول راح يكون فيه؟ من بعد الآي هاي، الآن لآخر السطر، أن file.txt بايثون فايل شابتر 5 باك سلاش ان، هاي العنصر الاول باللست. العنصر الثاني اثنين شحطه، السطر الثاني كامل، العنصر الثالث السطر الثالث. شوفوا شوفوا هاي، وين هاي؟ انا طبعتها هاي طبعتها قبل ما اعمل ريد لاينز. شوفوا شو قبل ما اطبع اللاينز شو طبع لي لما قريت 11، هاي واحد شحطه، الفراغ ثلاث، لاين 4 زائد 3 7 8 9 10 11، طاني 11 كاركترز. بس قرأت تنكا ليست، طبعت الليست، شوفوا منين بلش الأسطر. أول سطر كان تحسه ناقص، ليش؟ لأنه هو قرأ العنصر الأول السطر الأول، بس السطر الأول كنت قارئ جزء منه، قرأ اللي ظل. العنصر الثاني بالليست هو السطر الثاني، العنصر الثالث هو السطر الثالث، لحد ما يخلص كل الفايل، الفايل ما فيهوش غير ثلاث اسطر. جيت بدي اطبع سطر سطر من الليست، عملت فور لاين اللاينز، برنت لاين، هاي طبع لي شو السطر الاول كان؟ ان، هاي القيمه الاولى اللي بالليست. هاي راح يعمل عنصر عنصر من الليست. الدوره الثانيه راح ياخذ العنصر الثاني يطبع لي اياه. الدوره الثالثه راح ياخذ العنصر الثالث اللي هو السطر الثالث. واضحه؟ واضح ولا لا؟ طيب writing to a file، لحد الآن إحنا فتحنا ملف للقراءة، قرأت منه باستخدام الريد أو الريد of an أو read line أو read lines أو خليط، يعني أنت حر حسب الإشي اللي بيناسبك ممكن تستخدم، ولازم تكون فاهمهن كلهن لأنه بالامتحان بدك تتبع، بديش أغلط، لأنه خصوصا امتحانكم multiple choice، multiple choice يعني جزء تعرف أجزاء، إذا جزئية ما كنتش عارفة بتضيع الجواب، بتروح على جواب ثاني، صح؟ والأسئلة اختيار من متعدد. بدنا نقرأ كويس للمد، المد بعشرين الشهر، الاثنين الجاي يعني، يعني بعد أسبوع على الساعة واحدة، تعرف قاعتك، امتحانك على منصة أو إكزام، طبعًا على منصة أو إكزام الباسورد، يوزرك اللي هو الرقم الجامعي، الباسورد كمان، الباسورد اللي بتستخدمه للدخول لنظام التسجيل نفسه. ما راح يعطوك باسورد لان احنا بنمتحن على منصه او اكزام، انت بدك تكون عارف الباسورد، مش تيجي على امتحان ناسي باسوردك، هاي اول شغله. الشغله الثانيه انه بدنا نلتزم، نعرف انه الامتحان ممنوع فيه الغش، بدنا نقعد بادبنا، بدناش نتطلع لا هون ولا هون،
ونركز، ندرس كويس ونركز بالامتحان وما نضيعش الوقت عشان نجيب علامات كويسة، لأنه اللي بيشتت تفكيره داخل الامتحان وبفكر بصير يفكر بالغش بضيع حاله. ركز بتزبط إن شاء الله، ادرس كويس، إذا لقيت إذا درست كويس بتجيب كويس، ما درستش ما راح تجيب، هي تحصيل حاصل. عندك كويز يوم الاثنين الجاي اللي ورا الامتحان، يعني اثنين الامتحان 20، اثنين اللي وراه 27، 27 الشهر، والاثنين اللي وراه كمان في كويز، لأنه ضل عندنا كويزين صح؟ الاثنين 27 واثنين 3-1 كأنه. احنا فشقنا السبت في محاضرات الاثنين بتكون، بس احنا راح نعمل الكويز كمان الاثنين مش السبت، لأنه السبت راح تكون عطلة 1/1/25/12 عطلة رسمية، وفي ناس عندها مناسبة ما بنقدرش نحكي لهم تعالوا امتحنوا كويز، هيك فشقنا السبت والأحد حطينا لك الاثنين الكويز، 27 بالفايل و3-1 بالليست راح يكون الكويز، كويزات هاي عشان لأنه المشاركة كمان لازم نحطها قبل 6/1، 6/1 لازم نعتمد المشاركة، في علامة في اعتماد، المرة هاي عاملين اعتماد، كل مرة كنا نأخرها عادي نأخرها ونحطه ما فيش اعتماد للمشاركة، المرة هاي لا، في اعتماد للمد وفي اعتماد للمشاركة، اعتماد المشاركة آخر موعد 6/1، لازم نكون حاطين العلامات المشاركة، لهيك امتحنك كويز الثاني 3/1 كأقصى حد، ممكن قبل حتى، لهيك انتبهوا بدنا ندرس الامتحان وبعد الامتحان بتتابعوا المادة اللي ورا الامتحان. الفايل سهلة والليست كمان، الليست والستس مش صعبة، سهلات بدنا تركزوا فيهن عشان تزبطوا إن شاء الله. كيف بكتب على فايل؟ يعني فتحت ملف للقراءة قرأت منه، كيف هسا أفتح ملف وأكتب فيه؟ احنا تعلمنا أنه ممكن أقرأ من ملف أعمله for input اللي هو reading أو أكتب عليه نتائج، مش بنفس الوقت بتقدر تقرأ وتكتب إلا إذا استخدمت R plus و A plus و W plus، وقلنا هاي ممكن تخربطنا، لهيك احنا ركزنا على R و W و A عشان ما نخربطش، يا read only أو write only، ال R read only، W وال A write only، بنعرف الفرق بين W و A، W رح يمسح المحتويات القديمة ويكتب إشي جديد، ال A لا بمسحش القديم بضيف عليها. طيب writing to a file. Once you have created a file object opened for writing, you can use the print command. لاحظ بحكينا إذا فتحت ملف للكتابة ممكن تكتب داخل هذا الملف بنفس أمر لبرنت. الأمر لبرنت أنا كنت أكتب، بس وين كنت أكتب؟ كنت أطبع نتائج بس كنت أطبعها على الكونسول. طب هسا نفس خيار لبرنت اللي كنت أستخدمه لطباعة النتائج على الكونسول بدي أستخدمه للطباعة داخل ملف. بصير؟ آه بصير. شو بتعمل؟ بتكتب الإشي اللي بدك تطبعه وبتضيف argument اللي هو file يساوي اسم الفايل object. file يساوي اسم الفايل object. طيب خلينا نفتح ملف للكتابة ونكتب فيه زي ما فتحت ملف للقراءة وقرأت منه، خلينا نفتح ملف للكتابة. هاي عندي مثلا out object، نسميه out object، لازم أسميه out object، قلت لك بتسميه زي ما بدك، object 1 object 2 x y z زي ما بدك انت حر، المهم اسم تنطبق عليه شروط التسمية. بدي اعمل له open اكيد، سواء للقراءة او للكتابة لازم اعمل له open، اذا ما عملت له open ما بنشئ الطريق، لازم افتح الطريق عشان اقدر اتعامل مع الفايل. طيب بالفايل بالopen شو بدي اعطيه؟ شو بدي اعطيه؟ اسم الفايل مع المود، المود ليش فتحته؟ اسم الفايل مثلا هاي output file dot txt، output file dot txt فاصلة w، دفتحه للكتابة. طبعا هذا الفايل ما حطيتش directory بس حطيت له الاسم، بصير ولا لا؟ بصير، بس رح ينشئه بنفس المكان الموجود في ملفي، ملفي هاي موجود المصطفى Untitled 30، يعني موجود على المصطفى. طبعا انا اذا بدي اقعد ادور عليه لا، احسن مثلا احط له دايركتوري وما اقعدش ادور عليه، بدي احطه جوا البل عشان الاقيه. هيك حطيت له دايركتوري كامل. هاي شو معناها؟ انه الاوتبوت فايل هذا التي اكس تي راح بعد ما اعمل ران راح يكون موجود جوا البل جوا السي اكيد. هل هسه هو موجود؟ ممكن يكون موجود وممكن لا. اذا كان موجود بمسح محتوياته
وبكتب إشي جديد، إذا مش موجود عادي بنشئه وافتح لي إياه عشان أكتب فيه لأن أنا فاتحه للكتابة، صح ولا لا؟ طيب هسا بدي أكتب، كيف قلنا بنكتب؟ بستخدم خيار البرنت. بس خيار البرنت لا، رح نعلمك رايت ورايت لاين زي ما علمنا ريد وريد ريد وريد اوف ان وريد لاين وريد لاينز للقراءة. كمان في خيارات للكتابة، بس حاليا انت بتقدر تكتب باستخدام البرنت. مثلا بدي اكتب فيرست فراغ لاين، شوفوا بدي اكتب فيرست لاين هيك، لو عملت رن ما بكتبها جوا الفايل، بكتبها وين؟ بكتبها على الشاشة عندي. انا بديش فيرست لاين اكتبها على الشاشة عندي، بدي اكتبها جوا الملف اللي اسمه output_file.txt الموجود جوا البيل جوا السي. شو بقول له؟ شو بضيف الارجمنت؟ بضيف argument على الـ على البرنت فايل يساوي، فايل يساوي ايش؟ اسم الفايل هذا output.txt. لا انا قلنا مجرد ما عملت open بصير اتعامل مع مين؟ مع الاوبجكت out_object. شوفوا فايل هاي معناها انه هاي فيرست لاين، لا تطبعها على الكونسول، اطبعها جوا الفايل المرتبط بالاوبجكت اللي اسمه out_object. واضحه؟ يعني وين راح يطبع؟ هسه عبرنت. سكند، شوفوا ما ضفت له باك سلاش ان. ليش ما ضفت له باك سلاش ان لبرنت؟ لانه احنا بنعرف بس نعمل برنت هو بضيف سطر، بنزل سطر، متذكرين؟ طب اذا انا بدي اتحكم بالاسطر ممكن تحط هيك باك سلاش ان. شوفوا حطيت باك سلاش ان، اذا تركت البرنت لحالها شو راح يعمل؟ راح اضيف كمان باك سلاش ان، بصير عندي سطر فاضي. انا عشان احلها راح اقول له الانت تساوي امتي سترينج، بس هيك بطبع لي بالفايل، هيك راح يطبعها على الشاشه. هاي سكند لاين راح يطبعها على الشاشه عندي على الكونسول، ما راح يطبعها جوا الفايل. عشان يطبعها جوا الفايل شو بقول له؟ فايل يساوي شو اسم الاوبجكت؟ شو اسم الاوبجكت؟ out_object. طب مين بالاول؟ هذول المبدا. ايش هذا المبدا؟ هذا مبدا النيمينج ارجيومنت، متذكرينه؟ بالفانكشن اللي خدناه اخر شيء الديفولت ارجيومنت. واذا بدي اخربط بالترتيب ممكن اكتب اسم الباراميتر فاصله مع القيمه. طب لو خربطت الاند مع الهاي، يعني هون حطيت هاي كنترول اكس، حطيت فايل يساوي اوت اوبجكت، بعدين كتبت له فايل يساوي اوت اوبجكت، بعدين قلت له الانت تساوي الانت تساوي امتي سترينج، بصير بصير. طيب برنت فيرد لاين فاصلة فايل يساوي out underscore object. طب لو بدي أطبع معادلة، عندي مثلا x تساوي 5 y تساوي 10 وبدي أطبع x زائد y جوا الفايل، شو قلنا؟ متذكرين شو قلنا المحاضرة الماضية؟ قلنا أنا بتعامل مع ملفات نصية، كل شيء بتقرأه من الفايل شو بعتبره؟ بعتبره نصوص. وإذا بدك تكتب جوا الفايل شو لازم تكتب؟ شو لازم تكتب؟ كمان لازم تكتب نص. إذا أنا هسا لو بدي أكتب x 5 زائد 10 تساوي 15، كيف بكتبها؟ باجي باخذ بدي أكتب قيمة x جوا الفايل، شو باجي بقول؟ str of x. شو ما قلت له x بالبرنت العادي بقدر أقول x، لأن هون بدي أكتب جوا فايل حولت x لسترينج، لأنه قلنا إيش؟ كل شيء بدي أكتبه جوا الفايل لازم يكون string، صح؟ فاصلة، فاصلة إيش؟ إشارة الزائد، فاصلة، بدي أطبع قيمة y، شو بقول له؟ str of y، هاي تظل تطلع لي، شوفوا str of y، ليش قاعد بحول لسترينج؟ لأنه كل شيء بدي أطبعه جوا الفايل لازم يكون string، صح ولا لا؟ يساوي، يساوي ما بحولها لأنها هي أصلاً string، الجمع، إشارة الجمع، ما أنا حاطة بين quotation، يعني string، فاصلة، شو يساوي؟ x زائد y، لو أنا بدي أعمل برنت عادي بقول x زائد y، اطبع لي النتيجة على الشاشة، بس أنا بدي أطبعها جوا الفايل لازم أحول النتيجة لإيش؟
ده string بس بقول له str of x زائد y. خلاص هيك بيطبع لي الجواب على الشاشة. أنا بدي يطبع لي على الشاشة، شوفوا شوفوا هاي طبعها على الشاشة. ليش طبعها على الشاشة؟ بدي طبعها جوا الفايل. شو بقول له؟ فايل يساوي out underscore object، صح ولا لا؟ هسه لو عملت run هل راح تطلع هاي على الشاشة؟ لا ما طلعتش قدامي، لأنها وين راحت؟ راحت على الملف. طب هسه أنا لو رحت على البيل راح ألاقي ملف اسمه output، شو سميناه؟ هي output file. شوفوا شو في output file. طبعا أنا عامل run، خليني أعمل run مرة ثانية. شو اسم الملف؟ output file.txt. شو في الملف؟ شايفين؟ output file.txt. طب هيك أنا بدي أتأكد من شغلي صح أو غلط، أروح هيك أفتح الملف، أروح أدور عليه وأفتح وأشوف شو محتوياته؟ لا، شو بتعمل؟ سكر هذا الملف وافتحه for reading، اقرأ محتوياته واطبعها عندك على الشاشة، وتأكد إنك شغلك صح ولا لا. بصير أفتحه للقراءة وهو بعده مفتوح للكتابة؟ لا، لازم أعمل له كلوز. كيف بعمل كلوز؟ اسم الأوبجكت out object dot close، سكرته. هسا هو مسكر، تقدر تكتب عليه، تقدر تكتب عليه هو مسكر، بعطيك ايرور لانه سكر. ليش انا سكرته؟ لاني بدي افتحه فور ريدنج عشان اقرا اللي فيه واطبعهن عندي على الشاشه واتاكد انه شغلي صح. بدي افتحها فور ريدنج، ها ان اوبجكت، ضروري اكتب انه اوت هاي؟ لا مش ضروري، كنا بقدر اسميه اي بي اكس واي الاوبجكت، المهم اوبجكت. بعدين اوبن اسم الفايل، خلينا نسخه نسخ، كنترول سي كنترول في، بس بدي اغير المود، بدل دبليو شو بدي احطه؟ ار، يعني فور ريدنج. هسه الملف صار مفتوح للقراءه، صح بنفسه ما بقدر اقرا واكتب، كتبت عليه بدي اتاكد من الشيء اللي كتبته، بسكره برد بفتحه فور ريدنج. طب هسه كيف بدي اقرا محتوياته؟ تقدر تقرا محتوياته بالريد، الريد بعطيك كل شيء as a string. تقدر تقرأ محتوياته بالريد لاينز، ريد لاينز بعطيني كل الأسطر بس كليست مش كسترينج، كل عنصر من عناصر الليست. ها خلينا نطبق أول شيء الريد، ها s تساوي شو بقول؟ اسم الأوبجكت in underscore object dot read، هاي print s، بصير برنت اس. انا بس بدي اتاكد من المحتوى، لو قال لي خذي سطر سطر لا ريد لاينز احسن مثلا، لانها بتعطيني ليست اوف لاينز ما بتعطي. شوفوا هاي كل المحتوى صار عندي على الشاشه بس كسترينج واحد. لو قلت له ريد لاينز، شوفوا بدل ريد ريد لاينز، شو بتصير اس؟ شوفوا اس هي ليست، كل عنصر من عناصرها عباره عن سطر من الليست. هذا العنصر الأول اللي عند الفاصلة هو string، بيمثل النص السطر الأول، هاي السطر الثاني، العنصر الثاني، السطر الثالث، العنصر الثالث، السطر الرابع، العنصر الرابع بالليست. لو طبعتها كلها بطبع لي إياها بين براكت، إذا بدي أطبع سطر سطر شو بعمل؟ باجي بعمل for line، شو اسم الليست؟ s، for line in s print line، print line. انتبهوا راح يطبع لي السطر وينزل سطر فاضي، يترك سطر فاضي. شفتوا كيف ترك اسطر فاضيه؟ ليش؟ لانه العنصر نفسه بالليست في باك سلاش ان بنزل سطر، والبرنت بتنزلني كمان سطر، لهيك صارت الاسطر الفاضيه. طب اذا بديش ينزل سطر، ممكن تقول له الانت تساوي، ممكن احكي له الانت تساوي امتي سترينج، شايفين؟ شوفوا كيف ممكن، ها شال السطر. ممكن طريقة ثانية بدون الانت تساوي، ممكن تقول له print line عن طريق السلايسنج، متذكرين؟ من أول السترينج لعند اللين اوف لاين ناقص واحد. شو يعني لعند اللين اوف لاين ناقص واحد؟ يعني أنت خذ كل العنصر، نرجع للعنصر، شايفين؟ كله ما عدا العنصر الأخير، شو هو العنصر الأخير؟ باك سلاش ان، وانتبهوا باك سلاش ان هاي رمز واحد، مش لو قلت لك رقمهن هاي رقم واحد بتعطيها اندكس واحد مش اندكسين، رقم عنصر واحد، هاي رمز واحد، باك سلاش ان، باك سلاش بي، باك سلاش تي، هذول كلهن عنصر رمز واحد مش رمزين.
طيب شوفوا، لو طبعت هالساعة مرة، ترك لي فراغات، ترك لي أسطر فاضية، لا لأنه هو كان يستثني الباك سلاش إن، والبرنت شو تعمل؟ تضيف تنزل سطر. واضحة؟ واضح الفكرة؟ شوفوا هون فتح تيم underscore file يساوي open tim.txt fast w، قلنا شو معناها؟ شوفوا أعطاني بس اسم الفايل، بصير؟ بصير حتى لو مش موجود. tim.txt لو سألتك وين راح ينشئه؟ راح ينشئه بالمكان الموجود في البرنامج هذا، بنفس المكان. طب فتحوا للقراءة ولا للكتابة؟ فتحوا للكتابة، W يعني كتابة، write only. طب لو سألتك لو في محتويات قديمة هل راح تظل ولا راح تختفي؟ راح يتركها ما يلمسها ولا راح تروح المحتويات القديمة؟ المحتويات القديمة راح تروح وراح يكتب إشي جديد من أول الفايل. طب شو اسم الأوبجكت المرتبط بالفايل هون؟ تم underscore file، هذا اسم الأوبجكت. شوفوا استخدم البرنت للكتابة جوا هذا الفايل. برنت، شوفوا first line، first فراغ line، حط backslash in، لا ليش؟ لأنه اركن على برنت إنها بدها تضيف backslash in. طب لو قال سكر القوس بطبع الشاشة، بديش يطبع الشاشة، بدي يطبع جوا الفايل، شو كتب؟ حط لي فاصلة file يساوي tim underscore file. كذلك second line، بعدين بس خلصنا شغلنا بالفايل شو عمل؟ tim underscore file dot close. دائما بس تخلص شغلك بالفايل الأصل إنك تسكره، تعمل له close. طب كيف بعمل له close؟ اسم الأوبجكت، الأوبجكت بالأول، بعدين dot close أقواس فاضية. الكلوز ما بتاخذ قيم، بحط لها الأقواس، مش زي الأوبن الأوبن بعطيه اسم الفايل والمود، الكلوز لا. يعني هسا سكرت، خلصت شغلي هون، سكرته، رديت فتحته للقراءة، قرأت محتوياته وخلصت شغلي للقراءة، برد سكره كمان مرة، برد أقول in object dot close. واضحة؟ طيب واضح الفكرة؟ طيب close a file لازم أسكر الفايل، قلنا شو معنى close a file؟ شو كيف بسكر الفايل؟ اسم الأوبجكت دوت close أقواس عن طريق close method. الكلوز ميثود شو بتعمل؟ بحكي لنا فلاش ذا بافر كونتنتس. شو يعني فلاش ذا بافر كونتنتس؟ يعني اذا الاوبجكت ضل فيه بافر، ضل بيه بالبفر اشياء ما فضي البفر، بفضيها، بيرجعها على الديسك. والشغله الثانيه بيعملها تير داون ذا كونكشن تو ذا فايل، بلغي العلاقه، بلغي الرابط، بلغي الطريق بين الملف والبرنامج. لهيك لو حاولت اقرا او اكتب على ملف مسكر بعطيني ايرور. اتفق؟ طيب what we already know، شو لحد الآن عرفنا؟ عرفنا أنواع الملفات، شو يعني files اللي هي مجموعة بايتس مخزنة على الديسك، أنواعها إما تكست مقروء نصي إحنا بنفهمه بس الكمبيوتر بحاجة لمترجم، أو binary اللي هو لغة الآلة الكمبيوتر إحنا ما بنفهمه بس الكمبيوتر بفهمه مش بحاجة لمترجم. تعلمنا open function اللي هو بنشئ الكونكشن بين الفايل الموجود على الديسك والبرنامج عن طريق الأوبجكت. تعلمنا الديفرنت مودز، الار والدبليو والاي، الار ريد اونلي، الدبليو والاي رايت اونلي، والفرق بين الدبليو والاي انه الدبليو بيمسح المحتويات القديمه وبكتب شيء جديد، الاي لا بترك المحتويات القديمه وبضيف بعدها. فايلز مايت هاف ديفرنت انكودينج، شو يعني انكودينج؟ اللي هي طريقه تخزين الكاركترز. الفايلات عندنا الديفولت اللي هو اليو تي اف 8، يو تي اف 8 قلنا 1 كاركتر فور 1 بايت. طيب more than what we know، عملنا all access reading or writing to a text file is done using strings. كنا لازم ننتبه انه كل اذا قرأت اشي من فايل حتى لو كان ارقام يعتبر نصوص لازم اعمل له تحويل، واذا بدك تكتب جوا فايل زي قبل شوي لما كتبت x y يساوي x زائد y كلهن حولت له string، كل شيء بدك تكتبه لاني بدك تكتبه جوا فايل شو عملت له؟ عملت له تحويل لstring. طيب iteration via a for، iteration via a for هاي ما ذكرناهاش. شوفوا لو عندي ملف، هذا الملف خليني اخذه، خليني انسخه كنترول سي واحطه بصفحه لحاله. فتحت الملف اللي قبل شوي انشاته اللي هو output.txt for reading، هسه موجود لاني قبل شوي انشاته، اكيد موجود بالبل. لو كان مش موجود مش قبل شوي عملته؟ إذا صار موجود جوا البل. طيب تعلمنا احنا نعمل read، يقرأ لي إياه كسترينج
أو read lines، اقرأ لي إياها كسطر، ك list of lines، صح؟ بحكي إن أنت بتقدر بدون ما تعمل read نهائياً تعمل دوران على الأوبجكت، يعني هيك دوران اللي على الأوبجكت for element in object، شو رح يأخذ؟ رح يأخذ سطر سطر. شو رح يأخذ؟ الإليمنت رح يأخذ لي سطر، لهيك رح أحكي له for line in، شو اسم الأوبجكت؟ in underscore object. أقول لي كتبتي الـ in مرتين، الـ in الأولى هاي الأوبريشن، والـ in الثاني اسم الأوبجكت in underscore object. وليش قلت line؟ كان إن كان أقول element، لأنه line، لأنه كل عن هيك رح يأخذ سطر سطر. هسا خليني أحكي له print element EL، شو رح يطبع لي؟ رح يطبع لي سطر سطر. شوفوا هاي طبع لي إياهن، وليش طبع لي بينات أسطر فاضية؟ لأنه قلنا هو العنصر في backslash n، والبرنت بتضيف backslash n، بصير حط له الn تساوي empty string، بشيل الأسطر الفاضية. شوفوا كيف بدون ما عمل read تقدر تعمل دوران على الأوبجكت نفسه. for element in object شو بعمل؟ باخذ عنصر عنصر، شو هو العنصر رح ياخذه من الأوبجكت؟ رح ياخذ سطر كامل. بأول دورة باخذ السطر الأول، بالدورة الثانية باخذ السطر الثاني، بالدورة الثالثة باخذ السطر الثالث، بالدورة الرابعة باخذ السطر الرابع، لحد ما يخلص البفر. وانتبهوا هون بتفضل بفر، يعني هسه لو بدي أقرأ إشي من الأوبجكت بيكون فاضي. يعني لو عملت S تساوي N underscore object dot read، وجيت طبعت S print S تساوي، شو راح تكون S؟ راح تكون S، شو راح تساوي S؟ راح تكون فاضية empty string، لأنه البفر فضيت. صح بصير أعمل دوران على الأوبجكت، بس ننتبه إنه كمان البفر بتفضى. بعطيني كل مرة سطر 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 بكل دورة، بفضل بفر. لهيك مين أحسن، الريد لاينز ولا أعمل دوران على الأوبجكت مباشرة؟ الأفضل على فكرة أن نعمل ريد لاينز، لأنه ريد لاينز بتخزنها بليست، والليست خلص بتصير أي وقت بدك تتعامل معها موجودة، ما بتفضى. حتى لو عملت دوران على الليست فور لاين إن ليست ما راح تفضى. صح كل مرة بعطيك عنصر عنصر من الليست، بس ما بفضيها لأنها مش بفر. اتفقنا؟ طيب عملنا كتبنا بالفايل، فتحنا ملف للكتابة وكتبنا فيه عن طريق البرنت. فشو ضفنا على البرنت عشان نقدر نكتب فيه؟ شو ضفنا عليها؟ ضفنا عليها انه لازم اضيف كارجمنت فايل يساوي اسم الاوبجكت، عشان البرنت ما يطبع على الشاشة يطبع جوا الفايل. نشوف هذا المثال. using for loop to write from input file to output file. متذكرين الفايل .txt اللي فتحته اللي كان فيه هاي الأسطر اللي كنا نشتغل عليها؟ بدي أفتحه للكتاب للقراءة، وبنفس الوقت بدي أفتح ملف ثاني للكتابة. بدي أقرأ سطر سطر من الملف الأول وأكتبه بالملف اللي اسمه output.txt، بصير؟ واحد تقرأ منه والثاني تكتب عليه، بصير. هاي الملف الأول فتحته ربطته بالأوبجكت input underscore file يساوي open بين أقواس c colon bill file.txt. هل فايل txt موجود بالبل؟ موجود. لو انه مش موجود انا فاتحه for reading رح يعطيني ايرور. اللي بفتحه for writing اذا مش موجود عادي بنشئه، بس اللي بتفتحه for reading اذا مش موجود بعطيك ايرور. هو موجود، هي لو فتحت لك اياه هي الفايل، شايفين؟ وهي محتوياته، واحد شحطه line 1 in file.txt اللي قبل شوي كنا نشتغل عليه. فتحته for reading، شو عملت؟ فتحت الثاني اللي هو بال output.txt. هل ضروري يكون موجود هذا؟ لا، لو مش موجود مش مشكلة، إذا موجود بمسح محتوياته بحط لي إشي جديد، لأني فاتحه for w. شو يعني w؟ for writing. وهذا الملف بعد ما ينشئه وين راح يكون موجود؟ جوا البل الموجودة جوا السي. شو اسم الأوبجكت اللي راح يتعامل مع الأوتبوت فايل؟ output underscore file. واللي فتحته للقراءة شو اسم الأوبجكت؟ input underscore file. اصبروا علينا دقيقتين تنخلص هذا المثال المثال ومنسكر. for line str، شوفوا شو عمل، ما قرأ، بدون ما يقرأ مباشرة استخدم الدوران على الأوبجكت. بصير ولا بصيرش؟ بصير. شوفوا شو عمل، for line str in input underscore file for line str، بدون ما تطلع روح من المحاضرة
خلينا أكمل هذا المثال لأنه بتزعجوني وأنتوا الطقة بتسمعوش الرنة، أنا بسمعها كل ما واحد يفوت كل ما واحد يطلع. طول المحاضرة من أولها لآخرها إزعاج بالنسبة لي. For line str in input underscore file. For line str in input underscore file. هاي شو معناها؟ عملت دوران على الأوبجكت المرتبط بالملف الريدنج مش الرايتنج. الرايتنج ما بعمل فور إله، بس اللي بدي أقرأ منه. قلنا هاي شو معناها؟ إنه باخذ سطر سطر من الملف اللي فتحته فور ريدنج. باخذ سطر سطر، بأول دورة باخذ السطر الأول اللي هو هذا. بسنده لللاين str. بياخذ من هذا ملف القراءة. بسنده لللاين str. شو عمل؟ قال لي نيو str line يساوي line str من أول السترينج لعند اللين أوف line str ناقص واحد. قلنا هاي شو فائدتها؟ ناخذ من البداية ما عدا آخر رمز. شو آخر رمز؟ اللي هو الباك سلاش إن. ليش استثنى الباك سلاش إن؟ لأن هالبرنت بدها تضيف لي باك سلاش إن. قال لي برنت نيو str line. ما قال لي الانت تساوي انت سترينج. خلى البرنت تضيف الباك سلاش ان. قال لي الفايل يساوي، فايل يساوي ايش؟ شو اسم الاوبجكت اللي بدي اكتب فيه؟ output underscore file. شو يعني؟ يعني قاعد بقرا سطر سطر عن طريق اللوب من الانبوت فايل من الفايل دوت تي اكس تي، وبكتب جوا الملف اللي عملته للكتابه. صح؟ خلصت شغلي، كتبت، شو بعمل؟ بسكر الملفين. input underscore file dot close output underscore file dot close أقواس. طب هسا عبدا أتأكد إنه نسخ محتوى فايل وحطه بoutput. أروح أدور على output وأفتحه؟ لا. شو أعمل؟ ما أنا سكرت output. افتحه للقراءة. رد افتحه للقراءة زي ما عملنا قبل شوي. read underscore file يساوي open c slash bill slash output dot txt r. شوفوا الoutput رد فتحه for reading. هو كتب فيه، بدي يتأكد إنه كتب اشتغل صح ولا غلط. سكره وفتحه فور ريدنج للقراءة اللي كتب فيه. بعد ما فتحه عمل دوران سطر سطر، شوفوا بدون ما يقرأ. بصير أقرأ، بصير أقول له as تساوي read underscore file dot read. بقرأ لي إياها كسترينج واحد، بقول له print as مرة واحدة. بس أنا ما عمل الشيك، شو عمل؟ عمل دوران for as and read underscore file. هاي شو معناها قلنا؟ شو معناها؟ إنه يعمل دوران على الأوبجكت المرتبط بالملف اللي فتحته للقراءة. يعني خذ سطر سطر. أول مرة راح يكون السطر الأول من الفايل. print as بطبع للسطر الأول. المرة الثانية السطر الثاني، المرة الثالثة السطر الثالث، لحد ما يفضل ملف. فضي الملف، شو بيقول لي؟ بسكره. read underscore file dot close. المرة الجاية إن شاء الله نبلش من سلايد 26. المحاضرة الجاي مثال ثاني نفتح ونقرأ. يعني الأفكار صرنا ماخذينها، بس ظل علينا أوامر الرايت رايت ورايت لاينز. الوذ آخر سلايد مش مطلوب. يعطيكم العافية. دكتورة تفضلي. دكتورة، هذا دكتورة باسمة باحثة.